أو عصبية. عجبا لك يا مسيلمة، أنحاز لرجل يريد أن يهدم تراث الأجداد ويقضي على هيبتنا ومكانتنا بين القبائل؟ لا تظن أني أجادلك، لكني أسأل سؤال من لا يعرف لأكون على بينة من الرجل ودعوة. يا أبا ثمامة، هل علمت أن العرب تقصد تلك الأرض في مواسمها وأسواقها تقديسا وتبركا للكعبة؟ نعم أعلم، فقد تورثناها زيارة وتجارة. وهل ترى مقاما للأسواق وملتقا للوفود إذا ما تقوضت تلك الآلهة وانظفرت وصارت حطاما كما يتوهم ابن أخي؟ كلا كلا واللات والعزة. وهل علمتم أن رجلا منا في سالف السلف جرأ على أن يدعو إلى مثل ما يدعو إليه فتانا؟ ما علمنا منذ إبراهيم ثم موسى والمسيح يسوع. لا علم لنا إلا بجدنا إبراهيم، أما غيره فلكل أرضه وقومه. أنت عمه يا أبا عتبة، فاصدقني الخبر. هل رأيته قرأ ما قرأنا من كتب السابقين ولا اللاحقين؟ لا يعرف ابن أخي حرفا ولا نقشا ولا جلس إلى قارئ قط. فهل تأذن لنا أن نجلس إليه؟ كلا، فإني وأنا عمه وأقرب الناس إليه ما جلست وما سمعت منه إلا بضع كلمات. إذن لنا أن نسمع منه بعض ما سمعت. أنا أربأ بكم وأنتم من أشراف قومكم أن تجالسوه ليسحركم بكلامه. فكيف تركتموه ليجلس إليه الناس؟ لقد أعيتنا الحيلة معه. لم لا تحبسه حتى يهلك؟ فعلنا ورب البيت، ولكن له رحما وقربا. ما أعجب أمركم معه. إن لم تقضوا عليه اليوم سيقضي عليكم غدا، فإن أمره يشتد ويسري سريان النار في الهشيم. طب نفسا يا حكيم بني أسد، لقد حاصرناهم في شعاب الجبال ليموتوا جوعا أو يرجعوا إلى دين الآباء والأجداد. يا أبا عتبة، لقد علمنا من أخبار من سبقونا أن الحصار ضعف للمحاصر قوة للمحاصر يوما بعد يوم. ولئن تغلغلت العقيدة في النفس فلن ينزعها إلا الموت. لكأنكما من أنصاري. كلا كلا ورب الكعبة، ولن نكون، إنما هي النصيحة. فإن أردتم القضاء على دعوته فادفنوه وأتباعه حيث حاصرتموهم، ولا تبقوا منهم نسمة تسعى ولو كان رضيعا. دعونا من أمره، وقل لي يا أخ بني أسد، ما خبر رجل منكم اسمه ضرار؟ إنما أردت أن أسألك عنه، فهل رأيته؟ متى يرجع مولاي؟ سيرجع ولن يبقي عليك. أيقتل فنذتك بدي؟ ما أكثر ما فعلها؟ لا لا أصدق. سترين يا سعدة، إن كان قد فعلها من قبل فلأنه كان يريد ولدا وقد جاءه الولد، فهل يكره أن يكون له ولد وبنت؟ لن ينعم بأحدهما. لقد سلكت بنا طريقا لا عهد لي به ولا عهد لخصمك به يا أبا الغلام. خصمي؟ كأنك تدور بنا في الوديان خوفا من اللص الأسدي. خوفا على نفسي، فما أدري ما هو فاعل بي. أنت في جواري حتى وأنت في ديارك يا أطهر رجل في بني أسد. نعم الجوار جواركم يا أبا عتبة، فاحرص على البيت
ولعلي أرجع في الموسم القادم لأجدك قد استأصلت شأفة ابن أخيك وأتباعه. فاكفني من وراءك من بني حنيفة يا أبا تمامة، وامنعهم من أن يخوضوا في حديثه ولو في حجراتهم. لن أترك أرضا أنزلها حتى أحذرهم. ألا تنتظر حتى نرحل معا كما جئنا معا؟ كلا، فإن لي وجهة أخرى. ألم ترجع إلى ديارك؟ بل إلى اليمن. زيارة أم تجارة؟ كلتاهما. إن كانت للزيارة فهي ذاك، أما التجارة فقافلة وأموال، فأين قافلتك وأموالك؟ هنا يا أبا عتبة. أأنتظرك أم أسبقك؟ إلى ديارك لا إليها. إليها؟ لكأنكما تتنافسان على امرأة. صدق حدسك، هي امرأة ولا كل النساء. أنا أعلم بقومي وطبائعهم وأهوائهم، ما يعجبهم وما يغضبهم، ما يرهبهم وما يرغبهم يا إياس. لهذا أنت معقد آمالنا يا ملكة العرب. جعلتني ملكة العرب يا ملك الحيرة؟ لو كان الأمر بيدي لوضعت التاج على مفرقك وأخضعت لك الأرض كلها، من أرمينيا إلى أيلة إلى عمان إلى حضرموت. فماذا أبقيت لنفسك يا إياس؟ شرف لي أن أكون أميرا على الحيرة تحت إمرتك وفي ظل تاجك. اسمع يا ابن قبيصة، أنا امرأة أعرف من أنا وأعرف من أنت وأعرف من هم وراء دجلة حتى بحر الصين، وأعرف من هم وراء الفرات حتى أرض الروم، وأعرف من هم وراء البحر حتى آخر أرض مصر والحبشة، وأعلم أن لكل أرض لغة ودينا. هنا وراء دجلة بيوت النار وسدنتها، ووراء الفرات صوامع وكنائس وأجراس ونواقيس ورهبان، وبين هذا وذاك تقبع فلول من أتباع موسى. أولئك شراذم لا خطر لهم ولا وزن. ربما، ولكني أعلم أن لكل ديانة من يريد فرضها على تلك الأرض، أرض العرب. أتدري لما؟ لأنهم أصحاب أصنام وأوثان. عقلاؤهم يعلمون أنها أوثان ويتخذونها زلفى ومرتقا لرب السماء. من يزعم هذا ليس بذي عقل. لا عليك، ولكني أسألكم، أتدرون لماذا يتربص من حولنا بتلك الأرض؟ طمعا في فرض سلطانهم علينا. ذلك هو الهدف والغرض والغاية، فكل من حولنا من أصحاب الديانات والسلطان يطمع في مكة، فمن ملكها ملك العرب. والعرب لقاح، لا يدينون لأحد إلا لواحد منهم. ها قد نطقت بها، لواحد منهم لا لواحدة، لرجل لا لامرأة. ما أحكمك وأعقلك وأعلمك بقومك؟ لابد لي من رجل ذي حكمة وعقل أضعه في الصدارة ويأتمر بأمري. أنت أعلم بمن هو أهل لهذه الثقة. أريده رجلا مطاعا في قومه لا ينازع في أمر. أنا ومن ورائي من رجالي وأتباعي وجندي وأموالي رهن أمرك. أنت يا ملك الحيرة رجل لا نجهل قدره، ولكن ولاءك لمن أجلسك على عرش الحيرة. الحيرة أرض عربية وأهلها قبائل عربية، وأنا عربي قبل أن أكون ملكا، فإن لم يكن ولائي لقومي أحق وأسبق برئت من العرش وبرئ مني.
ما كنت أرجو أن أسمع هذا منك، لا صدقا ولا كذبا. فاحرص على ولائك لمن ولاك، وإلا استبدل بك رجلا مجوسيا. أنا ما همست بهذا لأحد إلا لك، لتعلمي أني أبارك مسعاك وأؤيدك في دعواك قبل أن يستشري خطر الرجل المكي فيزلزل دعائم عروشنا. طب نفسا، فما زالت دعوته في مهدها، وما أظنها تتجاوز بطاح مكة، وعيوني ترصده في أرضه وبلده. حديثك حديث رجل صابئ يا أخا بني أسد. لو كنت كما تظن لذهبت إلى الرجل وجالسته وسمعت منه، صدقته أن كذبته. فما لي أراك دائم الغدو والرواح، لا ترحل إلا لترجع، ولا تنزل إلا لتسأل عن محمد يا طليحة، وكأنك عين أرسلك أحد. ألا يشفع لي أن أكون عينا لقومي يرونكم بها، ورسولا بينهم وبينكم؟ رسولا؟ يا لها من كلمة أصبحت تصك أسماعنا ليل نهار منذ أن خرج علينا محمد. أولست أهلا لأن أحمل رسالة من قومي وإلى قومي؟ واللات والعزى وهبل ومناه، إنك لأهل لحمل رسالة السماء ذاتها إن كان لها رسالة. فأنت قارئ حكيم شاعر راوية نسابة، وما في محمد صفة من هذه. وهل لو زعمت ما يزعمه محمد أتصدقونني؟ أجل نصدقك لأنك رجل عاقل، ثم نقتلك لأنك مجنون، فلا يطمع في هدم ديننا إلا مجنون. إذن أرحل قبل أن تدفنوني حيا. طليحة. من وكية؟ ما جاء بك؟ ما جاء بك؟ فأين صاحبك مسيلمة؟ خرج في تجارة إلى الشام أم إلى اليمن؟ لا أدري. فمتى ترجع؟ اليوم، لعلي أدرك إحدى قوافلنا التي رحلت قبل أن أدخل مكة. انزلي ولما؟ جربيه لتري إن كان يسعك أنت وابنتك أم لا. كلا، لا بد من هذا الليلة يا أم الأنثى، لقد أمرني مولاك أن أجهزه لك إن ولدت أنثى. الذي يقتل ابنتي سأقتله. حتى مولاك؟ إنها ابنتي لكنها أنثى، لن يعزيها. فترين ربما وقد فقد ولده ليجد في داره أنثى. فاتركيني حتى يرجع. كنت تمنين نفسك أن ترجع مولاتك بولدها فتزوجت، فتمنيت أن يرجع ولدها فضاع. فماذا تتمنين؟ لم يبق لك إلا الموت. ارحميني وارحمي صغيرتي. نحي لك أن أحدا لن يجرؤ على منعك، ولو علم أنك لجأت إلى أحد لقتله قبلك يا أم الأنثى. إنه العار أن يصبح رجل منا ويترك ديننا ويسب آلهتنا. لولا حليفنا أبو لهب لقتلوه، لكنه أجاره فذهب إلى محمد وتبعه وترك ديننا. يا ويح ضرار، يا ويحة، يا ويحة. وزعم أن القداح سلبته ولده. أي ولد يا قوم؟ هل علمنا لذلك الصبي ولدا ذكرا
أو أنثى. كلا. إنه رجل عقيم لا عقب له ولا نسب، وفي داره نساء لم يلدن له، فكيف يزعم أن الولد ولده؟ فكيف زعمت يوم رأيت الغلام أن ذاك الشبل من هذا الأسد يا كاهن بني أسد؟ هو يعلم دويبة أو غير دويبة ما تعلمه الأصنام؟ كلا. أو يملك دويبة أو غير دويبة أن يخالفها؟ كلا. أين تركت ابن العم يا دويبة؟ ليتني ما خرجت معه، لو علمت أنه سيلحق بنا العار ما خرجت معه. أمسك لسانك عن ضرار يا دويبة، فلو علم بهذا الجمع فلن ينساها لك ولكل من تواطأ أو تآمر معك. ما جمعتهم للتآمر ولكن للتشاور. أجل، فإن ضرارا سيدنا وفارسنا، ولئن صبى وترك ديننا فهو العار والسخط والغضب والفناء. صدقت أيها السادن الطاهر. أو تعرف الطهارة دعثور أم أنها ثوب جديد ولو كان على جسد ذئب؟ ماذا ذاك؟ ولماذا صبرت عليه؟ تقديسا لمعتقداتنا. فبرب الكعبة امنعني من ضرار وامنعه عني. لك هذا إن رجع، وما أظنه يرجع وقد صبأ. ليته يصبأ. ماذا تقول؟ أكلم نفسي. لم يصبأ، لكن الغضب جعله ينطق ببضع كلمات عن الأصنام، ولولا أنهم علموا قرابته لي لفتكوا به. ليتهم قتلوا. مهما يكن فهو رجل من عشيرتي ذو قرابة ونسب. لا نسب ولا عصب. أشد ما تغيرت يا ليلى. لا أريد حتى لو كان قد خطبني منك في سفرك. ما خطبك وما سافرت معه ذهابا ولا إيابا. رجع طليحة ولم يرجع أخي. ربما خرج قبله من مكة وسلك طريقا آخر. ويحي، ماذا أصابه؟ ماذا تقرأ؟ هذا كلام لم أقرأ مثله من قبل. كأنها رسالة. أجل. إليك؟ إلى الناس. إلى الناس؟ أي ناس؟ هذا قول رجل أمي؟ يا لهذا السحر، ورب السماء، ما هذا بكلام بشر؟ طليحة، ماذا تريدين؟ ما هذا؟ من الذي أرسل إليك هذا الكتاب؟ ما أرسله أحد، بل كتبته أنا. تكتب شعرا وأنا لا أعلم؟ ليس شعرا. فما هو؟ شيء سمعته فدونته. هل تريدين شيئا؟ أن تكافئ دعثورا على أمانته وخدمته لنا وسهره علينا في غيبتك. لا أحد يعطيه كعطائي. إنه يطمع في المزيد. أو قد جلس إليك؟ جلوس الحارس يا أخي. وفيما يطمع الحارس؟ أن يحرس بعض ما يملك. أو يملك كل ما يحرس. لن أجد خيرا منه. دعثور، من ضرار ابن الأزور فارس بني أسد إلى دعثور قاطع الطريق من الليث إلى الذئب. الذئب مؤتمن
خير من ليث غادر. فماذا أقول لعشيرتي؟ لست خادمة ولا ملكا لعشيرتي، إنما أنا امرأة ذات رأي وعقل، وقد اخترته بعقلي. وقلبك؟ قلبي سحقا لقلبي، كم خدعني وخذلني أكثر من مرة. كأنك اخترت وقررت من أجلك. من أجلي؟ حتى لا تبقى لابن الأزور حجة. وما شأنه بهذا؟ هو لا يريدني، وأنت تريد أخته. ولو صارحتك بأني لم أعد أريدها، وأني رأيت من هي أصلح لي وأنفع. كذلك أنا رأيت من هو أصلح لي وأنفع. قاطع طريق يا ليلى. ليقطع الطريق على من يطمع في أموالنا وأنعامنا، وأنت دائم السفر والترحال. اتركيني أتدبر الأمر وأمهليني حتى أرجع من سفري. إلى أين؟ إلى من رأيتها أصلح لي وأنفع. لقد أرسلت الأعوان وبثثت العيون، يرقبون ويرصدون ويسمعون ويكتبون. أتباعه يا مليكة العرب يتزايدون. ما يزالون قلة، ضعفاء أذلة. دعوته خرجت من مكة يا حكيمة بني تغلب وبلغت يثرب. بضع نساء ورجال من بعض القبائل، وهذه أسماؤهم. القيصر الأعظم يعرف كيف يختار أعوانه. سأوافيكم بالخبر تلو الخبر في لمح البصر، وسأقضي على دعوته قبل أن يستفحل الخطر. لئن خرج من مكة فإن نجمه يظهر. إن لي في كل أرض رجلا وأعوانا ورجلا، وإن لدعوته أجلا، فحسبكم خشية ووجلا. أخشى أن يحرمني من هذا الشرف يا مولاتي. لقد وعدني، فاصبر حتى يرجع، ولعلك تسبقه بالمهر الذي وعدتني به. ليست في غرفتها ولا في الدار كلها، فأين ذهبت؟ لا أدري، لعلها هربت بطفلتها. كيف ومتى؟ ويلي من مولاي. اذهبي وابحثي عنها، ولا تتركي دارا حتى تسألين. أمرك يا مولاتي. أين هي يا فاطمة؟ أكلما نفقت أو هربت عنزة من أغنامكم فما قتلها إلا ضعفور؟ أغنامنا لحمها مر على الذئاب وشر على اللصوص. تحمون أغنامكم وتغفلون عن نسائكم وأولادكم. ويلك، لئن سمعها ضرار فإنه قاتلك. ومن هو ضرار؟ إن هو إلا رجل قهرته امرأة وأذلته فأخذ يطاردها، بل ويتبعها لاهثا ذليلا. اذهب
اذهب، أما سمعت؟ ما سمعت إلا صوت مباح الكلب، كلب طليعة. إن لم تنصرف لأجددنك الصوت. لأجددنك أنا به اليوم. اتركوه، دعثور لا يقتل فردا أعزل. أيها الدعاشير، حثوا عن الجارية وابنتها، من وجدهما فهما غنيمته. هيا. لأمرغن أنفك في تراب الذل يا ابن الأصوات. إن كنت قتلتها فلك 10 دنانير. أحلف ما قتلتها ولكنها هربت. وإن كنت ساعدتها على الهرب فلك 20 دينارا. ما ساعدتها، ولكن نسيت أن أغلق الباب فخرجت قبل الصباح دون حركة أو صوت. لئيمة، لئيمة ماكرة. لا حاجة لي بالمال ولا بأية امرأة أخرى تنافسك في مولاك. إلا مولاتي ليلى، ليته تزوجك أنت. لئيمة ماكرة أفعى. أنا يا مولاتي؟ عودي إلى جحرك وترقبي ضحية أخرى يأتيك بها من تجارة أو إغارة، ولا تتركيه ينعم بامرأة غيرك أو يسمع صراخ طفل في داره حتى لا يلقي بك لذئاب الصحراء أيتها الدابة العقور العاقر. أنا يا مولاتي لست عاقرا، لكن خشيت أن أنجب فتاة تتزوج كل يوم رجلا ثم يطردها، فلا تجد إلا قاطع طريق ولص أغنام. الويل لك ولمولاك. كل يوم رجلا ثم يطردها، فلا تجد إلا قاطع طريق ولص أغنام. الويل لك ولمولاك. لن تخرجي حتى يرجع أخوك. أتحبسني يا زيد؟ حرصا عليك. أنا لا يرهبني أحد ولن ينقذك أحد، فالقبيلة كلها غاضبة مما بلغها عن ضرار. فليغضبوا وليهلكوا جميعا، ولا أترك ابنته تأكلها الكلاب. لا نعلم أين هي، لأننا لم نبحث عنها في الشعاب. لا يخرج إلى الشعاب إلا من يريد الهرب، وقد هربت على قدميها وبلا دابة، فما زالت على مقربة منا. وما يدرينا أن أحدا من أهلها قد وعدها وانتظرها وساعدها على الهرب. هذا أدعى إلى اللحاق بها لنسترد ابنتنا. لن أضيعك بطفلة سيهلكها العطش والسفر. إنها بنت أخي يا زيد. ليست عندي أعز من بنت العم. إنها بعض دمك. وأنت كل دم. إنها شرفنا. وأنت عرضنا. سيقتلك درار. خير لي من أن تقتلي أو تؤسري. ويلي منك ومن أخي المسكين الذي نكب في نفسه وعشيرته وذريته. الأمس يفقد ولده، واليوم ابنته. هيا هيا انتشروا، ابحثوا عنها في كل مكان. هيا ابحثوا خلف كل حجر. هيا
هيا. الذي يجدها هي له بابنتها. هيا هيا. أرى شبحاً في الوادي. هيا أدركوها إنها هي اللئيمة. هيا. أيتها السماء، أيتها السماء، إن كان لك رب غير أصنامنا كما يقول القرشي فانقذيني، انقذيني وابنتي، ضاقت بي الارض، فاين المفر؟ كيف المفر؟ من للضعيف؟ من للضعيف يا رب السماء؟ هذه أول جمرة من نار غضبك يا إلهنا. أيها اللئيم، أين هي؟ أقسم بإلهنا، لو أعلم أين هي لدللتك عليها، فهي جاريتك قبل أن تدخل دار الصاب إدرار. ليتني ما تركتها له. ضعفور، ضعفور، اصدقني القول، من ابو ابنتها؟ انت ام درار؟ لا اكذب على الهي، انها ليست ابنتي. أبي، أدركني يا أبي، أدركني أبي. سعادة ابنتي. أبي ابنتي سيقتلها، سيعيدها. سحقا له وتبت يداه. أوصيك بها يا أبي. توصينني؟ لو رآها سيقتلها ويفتك بكما أنت وأمي. أين أمي؟ لم ترجع بعد. ابنتي، ابنتي عاكف. سعادة ابنتي، سعادة، سعادة. انهضي، انهضي.
ولدي أنا يا كاذبة. أدركنا يا زفر. ولدي أو أقتلكم جميعا. أمه ولدي أدركيه واتركيني. ولدي أنا أم ولد زفر؟ إنه ولدك. ولدك اتركنا ولا تقتلنا. أريد أن أسمع اعترافها هي، ولدي أم لا. لن أريحك ولو قتلتني وقتلته. إنه ولدك، قولي له إنه ولدك. اعترفي بهذا أمام زوجك يا كاذبة. أدركني ولدك يا زفر. ولدي أنا وليس ولده. انتقي. بل ولدي أنا أيها اللص. اللص من يسرق الأنساب. ولدي أدركوني. أريد أن أضم ولدي إلى صدري، أن أقبله قبل أن أموت. لو لم تقتل اليوم لقتلتك ذات يوم بسيف ولدك. تعترفين الآن يا سهية أنه ولدي؟ نعم ولدك، لكنك لن تراه. أوصيك به يا أم ولدي، يا من كنت أحب الناس إلى قلبي. سامحيني، سامحيني يا من أحببتك حبا فوق العقل وفوق الحكمة وفوق حدود الكون. انسي طيشي وجنوني. أوصيك بولدي يا أم ولدي، أخبريه عني، أخبريه أني ضننت بك على غيري وسعيت خلفك لأضمه إلى صدري، فحال الموت بيننا. أخبريه أني عشت العمر كله أنتظره، ورجوت أن يكون منك أنت، وقد كان. ليته ما كان. طالما رجوت أن أراه فارسا يقهر أعداءه ويسبق أصدقاءه فلم يكن، أو لعله يكون، فما ظننت أني سأموت وأترك ولدي لصيقا منسوبا لغيري
ضايعا. ما ضيعه إلا أنت. أحميه من الضياع، أرديه إلى نسبه إن استطعت. هيهات. بدأ الليل يمد لديه جدائل قتلتني عشقا، وها هي تقتلني. سهية! سهية! تماوت حتى لا يقطع رأسك. إني مقطوع الرأس والقلب والنسب. أوصيك بولدي. ولدي! اطمئني، ولدنا بخير. لقد أجهزت عليه. دعيني أشفي غليلي بيدي. من ميت؟ من جيفة؟ هيا قبل أن يغير علينا قومه. لقد شفيت غليلي بيدي. بالنجاة أم الحزن على القتيل؟ أتبكين رجلا أذلك وأذلانا وكاد يقتلنا؟ لا لوم علي. ويعك، أتشفقين علي؟ أنسيت ما فعل بك وفعل بنا؟ أنا الملومة. حذاري أن تضعفي أو تهمسي مجرد أمس. ليتني ما سمعت رأيك ولا عملت به. ويحك، انسي ما مضى، فلا سبيل إلى الرجوع قيد خطوة، ولا سبيل إلا المضي فوق الجمر والشوك والعذاب. هل تستطيعين أن تختاري بينك وبين ولدك؟ ولدي هو ولده، بل ولد الرجل الذي حماك وقاتل دونك وسترك، الذي أصبح أبا لولدك على الملأ. ولئن بدر منك ما يجعله يشك في نسب هذا الغلام إليه سيقتله قبلك. إن لم أفصح عن الحقيقة سأظل قتيلة الندم، والندم عدم. محبر حصان درار قد أصيب ابن العم أو قتل. هذا يوم حزن يا دويبة، فما كان مثل درار شجاعة وفروسية ومروة. كم نصحته ألا يسخر من أصنامنا فلم ينتصح. من ذا للحمى من بعدك يا ابن الأزور؟ أنت يا فارس بني أسد. أنا. وأين أنا من ابن الأزور وطليحة؟ ابن الأزور هلك، وطليحة ترك أهله لك. صدقت، ولكن طليحة مهما رحل لابد له أن يرجع ليستظل أهله بظله وحماه. أما فارسنا القتيل فإن له أهلا ونساء وموالي وأموالا لابد لها من رجل يحميها. وأنت له، فما كان الهالك يأتمن أحدا غيرك على أهله وأمواله. كان يوصي الذئب بأغنامه.
واللص بأمواله، فاذهب وواسهم وتقرب تقترب. جئت لأعزيها لا لأشمت فيها، فلماذا تحتجب عني؟ الدار أمامك يا مولاتي، فتشيها لتعلمي أن مولاتي ليست محتجبة ولا كارهة لقاءك. فأين هي؟ خرجت مع ابن عمها ورجالها تبحث عن أخيها. يا أهل ضرار، عمتم مساء. ماذا تريد؟ هل من أخبار عن مولاك؟ مولاتي خرجت تبحث عنه ما دام رجال بني أسد في غفلة. ما كان لها أن تخرج حتى لا تتعرض للأذى. أتخاف عليها؟ ولم لا يا سلمى؟ إنها خير نساء بني أسد ومطمح لرجال بني أسد وغير بني أسد. وذئاب بني أسد. أنت هنا يا سيدة نساء العرب؟ إذا وانظر أين ذهبت خير نساء بني أسد. أمرك يا مولاتي، أمرك. بكم اشتراكي مولاتي؟ إن جاءت مولاتك وأرادت التخلص منك فهذا ثمنك. ثمني لا يعرف قدره إلا مولاي درار. قد هلك درار. إن كان هلك ولا يكون فالعمر من بعده يهون، ولن أكون لغيره، لن أكون. يا للوفاء والولاء. كالكلب يقتل نفسه حزنا على مولاه، ويعقر من يدنو من حماه. الحصان يسلك طريق هيماء. هيا نتبعه. ابن العم كان في مكة وهذا طريقها. حصانه يدري أي طريق سلك. قلت لك لا أعرف، لقد تركته في مكة. ما بين عودتك وعودة حصانه 3 ليال يا دويبة، وهذا يعني أنه خرج معك. أقسم ما خرج معي، ولا رأيته منذ خرجت. خرجت مع من؟ حذاري أن تزعم أنك رجعت وحدك من مكة. ما أكثر القوافل. ففي أي قافلة ومن أي قوم؟ ففيما سؤالك ولماذا؟ لأدافع عنك وأدفع شبهات الناس، فإني أسمعهم يقولون إن دويبة خدع درارا وسلمه لبني مرة حتى قتلوه. أنا تسببت في قتل درار؟ ولسوف يقتلني غدرك ولؤمك وكذبك. دعثور، أخبرني أين قتل إن كان قتل. أقسم لا أعلم. وأين تركت بني مرة؟ أتركني وسأخبرك. سيف درار قتل أخي، قتلوه غدرا، قتلوه. إن كان قتل فأين جثته؟ أخي، أبي درار. إلى أين؟
أبحث عنه في كل مكان، هنا وهنا وهنا. بحثنا فلم نجد. أخذوه أسيرا، ذليلا، جريحا أو قتيلا. هيا هيا بنا نرجع. ويحك ويحك، لن أرجع دون أخي أيها الجبان. يا بنت العم، لو أني أعرف أين هو لافتديته بالروح. دم أخي في رقاب أعدائه، ولن أنزل عن ظهر جوادي إلا في ديار القتلة. تجلس واخرج ولا ترجع حتى أعلم أن الفتاة الغلامية قد أسرت أو اختطفت. مولاتي أخشى أن... تخشى من؟ لقد هلك الرجل الذي كان يفزعك صوته. ما زال هناك من يفزعني غضبه. من تعني أيها الذئب المذعور؟ مولاي طليحة. طليحة؟ وما شأنه؟ قد يغضب إن خطفت خولة. ما عاد أخي يهتم بها زوجة، فاذهب وخلصني منها حتى لا أتخلص منك فراقا حتى الموت. أعدك بأن أخلصك منها، ولكن يجب أولا أن نتأكد من موت درار، وعندئذ يصبح مولاي طليحة سيد القبيلة كلها، ونتخلص من بنت الأزور إن رجعت. ها هي مشارف ديار بني مرة، سنقتل أو نؤسر يا بنت العم. فداء لأخي. وما يدرينا أنهم أسروه. ما خرج من دياره إلا لاسترداد ولده، وولده هنا، وحيث يكون ابن أخي يكون أخي. هذا رأي لا يعقله أحد، فتعقل يا خولة، فأنت تعرفين ما يضمرونه لنا. لقد ضقت بك وبجبنك وضعفك، ارجع برجالك، وسأدخل وحدي ديارهم وأبحث عنه في بيوتهم وخيامهم، وأسأل رجالهم ونساءهم وأطفالهم. ابقي ها هنا وسأذهب أنا. كلا، لن يذهب أحد غيري. حياتك في عنق يا ابنتي، لن تراعي ولن تمسي بسوء. أنا لا تعنيني حياتي، بل حياة أخي. ما علمت أنه نزل في ديارنا. ما نزل، إنما أنزل أسيرا جريحا. أسيرا جريحا؟ عندكم علم بهذا؟ كلا. فمن ذا أسره وحمله جريحا إلى دياري؟ من تعلمهم يا سيد بني مرة؟ لن أتركها ترحل، سأخذها غنيمة وأجعلها لك جزاء ما فعلوا بك. سأذيقها أشد ألوان العذاب. ورب الكعبة، إن آذيتها أو أهنتها فلن تراني أو ترى ولدك. سحقا لك، أتمنعينني من شفاء غليلي وغليلك؟ ألم يكفك ما سفكت من دمائهم؟ ألم يشفك دم أخيها؟ ألم ترجع بالولد منسوبا إليك؟ ومن نازعني فيه؟ أليس هو أخاها اللص الأسدي؟ لا ذنب لها، وقد أخبرتك أنها أحسنت إلي. أحسنت إليك؟ زمام أمرك أوشك أن يفلت منك، وأوشكت أن تفضحي نفسك. دعيني أصلح بعض ما أفسدتم. العود الأعوج ينكسر إذا قوم، فانتبهي قبل أن تنكسري وتكسري ولدك وعودك الأخضر الذي لا ذنب له ولا جريرة. لقد صبرنا عليها فتطاولت وتجاوزت حد الضيف يا أبا عوف. ما تطاول وتجاوز حد الأدب والضيافة إلا أنت، فإما أن تملك زمامك أو تخرج. يا سيد قومك،
إنها ما تجاوزت حد الطلب. وما طلبت المستحيل، إنما طلبت رؤية الغلام. وما حاجتك لرؤيته؟ وماذا يمنع رؤيته؟ ولدي ليس معروضا للعين والعيان. ما جئنا لنبيعه أو لنشتريه يا رجل، إنما أردت أن تقر عيني إن كان ابن أخي، أو تقر نفسي إن لم يكن. لن أجعل من داري سوقا لبني أسد يتوافدون ليرون ولدي، ليشهدوا لي أو لللص قاطع الطريق، فقد شهدت العرب كلها أنه ولدي أنا. ها هو ولدي يا أسدي. سهية، يا بني مرة، يا شرف العرب، هل بينكم جاحد للمعروف؟ سؤال لا يسأله الحارث بن عوف يا ابنتي، فماذا وراءه؟ أشهدكم أن هذه الفتاة أكرمتني وأحسنت إلي منذ دخلت دارهم. وكيف كان دخولك دارهم؟ أسيرة أم خادمة أم؟ كفاك لوما وتجريحا، وكفاني منك ما أسمع، وارفع يدك عن تلك الفتاة التي كانت لي الصدر الحنون والأخت العطوف. ما كان أحد يمسح دمعة القهر من خدي إلا يدها، وما واساني وهون علي هواني إلا عطفها ومروءتها ورحمتها. أهذه تهان في دارنا؟ أهذه تمتد إليها يد بأبى؟ كلا ورب الكعبة يا ابنتي. فإن كنت تعلمين هذا يا سهية، فأين أخي؟ إذن لي يا عم أن أضيفها. وفي داري، ادخلي بها. لقد تعمدت أن أخلو بك لأخبرك عن أخيك درار. إنه لم يقتل ولم يؤسر، وإنما تركته جريحا ومنعت زوجي من القضاء عليه. أخي ما زال حيا؟ لا تفضحينا. أين هو؟ عجبا، تبحثين عن أخيك أم عن غلام أخيك؟ الزوج موجود والابن مولود، والأخ إن فقد لا يعود. لماذا عدنا إلى هنا ثانية؟ أخي ما زال حيا، لقد تركوه جريحا هنا، يجب أن نبحث في مكان آخر. لما لا نعود ثم نفكر في زيد؟ إذا كنت قد أصابك الإرهاق والتعب فعد وحدك، لن أعود حتى أجد أخي. لن ينضب معين العين يا قاتلة الرجلين. أردت أن أنتقم فانتقمت من نفسي، أشعلت نارا فأحرقت كبدي. وسوف تحرقين أكبادنا جميعا. ويحي، ماذا أفعل؟ الأيام تمضي بطيئة كالجبال، والليالي تمر سوداء كالغربان والأفاعي، ودم القتيل بحر من الجمر يغرقني ويحرقني، وصورته لا تفارقني، وولده في كنف غيره كالخادم يتبع مولاه. هيهات الرجوع خطوة، أو قيد أنملة، أو الإفصاح بكلمة، أو التلميح بلمعة. سأهرب
سأفر بولدي. إلى أين؟ إلى قومه، إلى عشيرته. أنسيت أن دم أبيه في عنقك؟ ستقتلين ويقتل ولدك في حجرك. ويلي، ماذا أفعل؟ ماذا أفعل؟ ألا من سبيل إلى الخلاص؟ المصائب تتوالى فوق رأسي، والصابئ الشقي مالك هناك في الشعاب. سحقا لك يا زوج السوء، يا أبا الأسيرة الذليلة، وزوج اليائسة البائسة التعسة. وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا، وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا، وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا، وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع، فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا، وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا، وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك، كنا طرائق قددا، وأنا ظننا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربا. حتى الجن تتحدث عنهم يا محمد دون خوف أو فزع. وأنا لما سمعنا الهدى آمنا به، فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا ولا رهقا، وأنا منا المسلمون ومنا القاسطون، فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا، وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا. هل يزعم صاحبك أن الشياطين آمنوا به؟ بل الجن، بعض الجن، وما هو بزعم أو افتراض، إنما هو كلام الله، فإنه يعلم السر وأخفى. الرجل غالب غير مغلوب. وإن كره الكافرون. فلماذا لم ترحل معهم؟ رحلوا ليلا. وأين كنت ساعة الرحيل؟ كنت نائما في الكعبة. كاذب، كاذب، لقد كان يجالس أصحاب محمد. انطق، هل كنت تجالسهم حقا؟ يا سيد قومك، أنا ضيف غريب لا أعرف هذا من ذاك. بل تعرفهم وتجالسهم، وسمعتك تقرأ بعض كلام محمد. ورب البيت، ما قرأت كلام محمد. إن طلعت عليك شمس الغد ورأيتك في مكة ستموت دفينا في البطحاء كأتباع محمد. اخرج مهلا، أعطوه بعيرا وطعاما. شكرا لك يا سيد قومك. ما أعظم جودك يا سيد بني هاشم. ليس جودا ولا كرما، وإنما هو زلفى لبني مرة، لأنهم على طريق القوافل والتجارة، ليعلموا أننا أكرمنا وفادة صاحبهم. يا أبا عتبة، ما أظنه ذا شرف وسيادة في قومه، ولو كان لما رحلوا وتركوه. لتعلم القبائل أننا نصل المقطوع منهم ونجود على الناس بالمعروف. حتى ولو كانوا أراذلهم. بديع السماوات والأرض، أن يكون له ولد ولم تكن له صاحبة، وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم. ذلكم الله ربكم، لا إله إلا هو، خالق كل شيء فاعبدوه، وهو على كل شيء وكيل.
لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. قد جاءكم بصائر من ربكم، فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها، وما أنا عليكم بحفيظ. إنه لن يكتفي بهدم الأصنام، وإنما بكل الديانات القديمة وديانتنا وديانة يهود. فاسمع ما يقوله عن موسى وقومه. حسبك، كأنك من أتباعه لا من خصومه. لابد للخصم أن يعرف خطة خصمه، وأن يعرف أسراره وأقواله وأنصاره وأعداءه. صدق طليحة. فما بالك تنقل إلينا قوله منقوشا نصا وحرفا؟ أردت أن أحتفظ به في عقلي فلم أستطع. أعطني تلك الأوراق. دعها، أريد أن أقرأها على من أرسلوني. إن كنت حفظتها نصا فرويها، وإلا فحسبك معناها. أما تلك الأوراق فإن لي شأنا بها. نخلة مالت بها ريح الطمع، سعفها في أرض وجذعها في أرض، فإذا انعكست الريح ردتها لمنبت أصلها وأصل منبتها. ولئن عاش غلامكم فخيره لغيركم وشره لكم، عاجلا أم آجلا. اذهب.